هذا تعطيني الخطوات اللي نشتغل من خلالها على البرنامج جيتار بروفايل، شلون ننوض الموسيقى، شلون نكتبها، شلون نألف، شلون نوزع، كثير من الامور الموجوده بالبرنامج. تعرف نشوف شنو. على العموم احنا العام ماخذين انتم بدايات يعني فاهمينها كفهم سريع للماده، لكن هسه احنا مرحله ثانيه علينا نكون يعني افضل من السنه السابقه. بدينا خطوة ثانية سنة جديدة مرحلة ثانية، المفروض بدينا نشتغل بهذا البرنامج، واعتقد احنا يمكن تجمع اي واحد يحتاج هذا البرنامج موجود الناس صغر في الحاسب، وضروري جدا ضروري جدا انتم كطلاب موسيقى هذا البرنامج عندكم، الكل عندها حاسبات في البيت، اعتقد ما مو شيء صعب، هذا البرنامج ما يتنصب على التجربة، يتنصب على الحاسب. على العموم نبدي بداية يعني أولية كيف نشتغل هذا البرنامج، نفتح النافذة مالته. راح تطلع لك نافذة فاضحة. أول عمل تقوم به تختار اسم المقطوعة الموسيقية اللي تريد تشتغلها. أول قضية الدون، اكيد انت عندك مشروع تريد تشتغل فيه، عندك المقطوعه الموسيقيه حاسب انك تريد تالفها، فتكتب العنوان تختار، تطلع على هذه تطلع لك العنوان، عنوان المقطوعه. احنا ما نحتاج ننتبه كثير بهذا يعني بالبرنامج يعني بالتايتل ماله، نحتاج نكتب مثلا اسم واحد، مثلا نكتب اي شيء يعني ربيع او جلد احرف. المهم احنا هسه ما مو قضيتنا. العموم الاختيار الثاني هو المؤلف، تكتب اسمك. شنو اسمك؟ تكتب اسمك هنا. نعم نختار اي حاجه. العموم تعطي اوكي تطلع عندك. بغض النظر عن المعنى حتى نعرف. ثاني خطوة تقوم بها كخطوة فنية انه انت تختار المقام وتختار الميزان. طبعا كلام بنات خلونا شوية مركزين بالموضوع. سيناء غربي بس هو؟ هذا برنامج غربي طبعا ما بيه اكو برنامج شرقي، المهم هذا دراسة غربية. طبعا هو الغربي يخدمنا أكثر. احنا اختصاصك كمان أكيد دراستك غربية. نظريات اللي جاي ناخذها نظريات غربية عالمية. ما نحتاج حاليا هسه الموسيقى الشرقية. تختار دليل الدليل على اول فقره هذه تطلع لك اختيارات. هذا حرف سي، شنو معنى حرف سي؟ درجه الدو. بال الميجر درجه الدو سلالم مالته تكون طبيعيه، يعني درجات الصوتيه مالته تكون طبيعيه، بالبيانو تطلع اني البيض فقط الدو البيض. فبالدليل ما يعطينا علامات تحويل ولا يعطينا علامات رفع او خفض، لان هو طبيعي درجات طبيعيه هي درجه درجه نصف درجه 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 نصف درجه. فدرجات طبيعيه ما يعطينا علامات تحويل، لا مثلا لا بيمول ولا دي. فاحنا نختار نبقى على العجم سي بيمول، نختار سي بمعنى انه احنا مختارين دو ميجر. نختار الدليل ميزان 4 4 ميزان اكو 4 4 اكو 2 4 اكو 3 4 هاي موازين ثابته. اكو موازين مركبه مشتقه من هاي ثلاث موازين 6 8 6 4 10 على 16 جورجينا وغير عن كثير موجودات عندنا. يعني نختار هذا البسط والمقام. هاي شو هاي القياسات مالته يعني، وهذا ايضا اذا اريد نحاول. المهم اوكي احنا مختارين 4 على 4. كذلك موجوده هنا عندنا السرعه تمبو 120 هذا هو الوضع الطبيعي، يعني نقدر نخفض او نقدر نسرع بالمقطوع حسب الرؤيه مالتك حسب نظرتك عن المقطوعه الموسيقيه. المهم نبدي نختار عندنا نوعين من الاله اللي ندون عليها من خلالها ندون مقطوعاتنا الموسيقيه. هو اختيارنا بما انه هو برنامج جيتار اكو كيبورد جيتار ومعطينا الخيار الثاني اللي هو كيبورد البيانو. طبعا
طبعا البيانو اعتقد افضل لنا، لان احنا دراستنا بصوره عامه البيانو اكثر من الجيتار فيه، باعتبار احنا تخصصنا ما عندنا جيتار، عندنا البيانو. كل الدروس اعتقد العمليه جاي ناخذ على البيانو، فنختار الكيبورد اللي بنشتغل عليه اللي هو شوف هذا الجيتار، شوفوا طلع عن هذا الجيتار كيبورد جيتار، او نختار البيانو واحد من عندنا، فاما نختار هذا او هذا فاحنا نختار البيانو. البيانو شوف هذا اعتقد 1 2 3 4 5 6 7 اوكتافات، هذا مساحه بالتهديد جدا مهمه، يعني يخدمنا بالتهديد يعطيك 7 اوكتافات، هاي مساحه جدا واسعه. نبدي نختار الفكره اللي احنا جاي نشتغل عليها، اكيد كل من يريد يعني يالف له في الموضوع عنده فكره انه هاي الموسيقى حزينه سريعه بطيئه حماسيه، يعني ترقب بها خوف، يعني اكو فكره. احنا دائما نميل يعني كمجتمع شرقي نميل الى انه هذا في مقطوع موسيقيه بها فد روحيه وبها شجن وبها عواطف، يعني دائما يصير يعني ميلاننا الى اكثر من غير مقطوعات. فنبدي باول جمله مثلا نختار 4 على 4، لازم يتحقق عندنا شنو هنا 4 على 4؟ انه كل ما زوره هي 4 انوارات، هي 4 بقيمه 4 انوارات، مو 4 انوارات قيمه 4 انوارات، يعني مثلا رون بلانشين انوارات 4 من كروشار، يعني المهم انه هذا البرنامج ما يسمح لك بالخطا، يعني من تخطئ بالقيمه او بالعدد او بالميزان راح يقول لك عندك خطر على مازوره حمراء تصير، اكو فد خطر بالموضوع انه هذه المازوره بها مشكله، فانت ترجع تعيد النظر بها. لو مثلا هسه دورنا اكثر من العدد هذا الصوت مثلا، شوف هسه هذا 5 انوارات اعتقد هنا ما واضحه، يعني شويه لون احمر، يعني لو نعطي اتجاه حولها صارت حمر، شوفوا من كان هذا المربع يعني اللي يحدد المازوره مربع الاصفر داخل المازوره ما يعطيك الخطا، جاك انت جاي تشتغل بها بعدها، من تحول على غير مازوره باعتبار انت كملت المازوره الاولى لك اكو خطا عندك في السابق، فلازم ترجع شوف صار احمر ترجع تحسن بالعدد مالك، راح اشوف انه 4 هاي من انا التحكم عند القراءه هذه البدايه اسمعها في مجموعة من الآلات نختار، احنا مختارين صوت الجيتار باعتبار انه برنامج الجيتار هو الخيار الأول، صوت الجيتار هنا نشوف صارت 25 جيتار، هاي القائمة يعني النافذة من قبلها راح تطلع من الخيارات تقريبا أكثر من 120 أو 127 آلة موسيقية نقدر من خلالها نغير الأصوات، شوف الصوت اللي يعجبنا شنو الصوت اللي يناسب اللحن في طبعا هو حتى تقدر تسوي توزيع بالاصوات بالاله. نبدا مثلا ندخل على هاي القائمه نختار صوت، شوف هذا هذه مجموعه من 24 الى 31 كلها جيتار، يعطيك هنا مثلا هو تيست تسمع الصوت ثانية.
اريد نغير، اريد نغير بالعلامة، ما نكتفي بالنوارة، نبدأ نغير. بنوار واحد ونوار اثنين اربعه، ناخذ بعد هذا حتى يصير عندنا
ماتوها كاملة. طع كلام بنات. رامي. وصلنا نسمعها. جملة بها يعني فكرة مرتبطة بالجملة نفسها، يعني جملة مقسومة لا فكرة واحدة، مقسومة لا يعني قسمين جملة واحدة. نسمع. هاي متناسقة، جملة متناسقة بها إيقاع، يعني بها إيقاع لحني مو إيقاع إيقاع العزف، هذا أقصد به إيقاع اللحني، يعني مقسومة مو عشوائية، متوازنة مع جملة اللي هي نصفها. ناخذ واحدة ثانية تكمل. سكير كامل يعني سلم 8 درجات. نسمعها كذا من هنا، نسمعها من الجملة. هذا سكير كامل يعني الجملة بسيطة، ربط هاي الجملتين بفضها بالمعنى. فأنت هنا أما تحتاج للإعادة نفس الجملة تعطي مرجع، وأما تحتاج تكمل هذه الجملة الثانية بجملة حتى تتوازن عدة. إذا أعطيناه مرجع، إذا أعطيناه مرجع نعطيها، شوف هذا معناته مرجع، يعطيك العدد كم مرة تريد تعيده، مرة واحدة يعني تصير مرتين في الأساس. نعيده من ناحية اللي يصير عندنا ربط. نسمعك أنا. هذا المكان، هذا المكان غير الآلة يعني، احنا سبعة سمعة كامل يعطينا سمعة. خلونا نميز هذا الجملة صوت ثاني نسميه الموسيقى الشرقية، نسميه صول. عندنا يعني هذا جزء من التوزيع، انه نقسم اللحن مجموعة آلات، يعني اكو حوار بين فرقة او الاوركسترا بين يعني آلات انفرادية. كونشيرتو يعني مو بصورة كونشيرتو بالموسيقى العالمية. هذا اذا بدنا نغيره منه، يعني نخلي الماوس نطبع على هاي الخيارات، شوفوها هذا علامة نفعل هذا، طلع لنا هنا نفس الآلات اللي طلع لنا بالبداية. فإذا أردنا نغير ناخذ مثلا صوت ثاني، ناخذ البيانو، البيانو دائما بالبداية. شوف هنا شو راح يصير عندكم. انتبه شباب، انتبه للتفضيل. نتابع بالملزمة أكو متسلسلة المعلومات، يعني ما بها يعني عشوائية، جاية بالتسلسل. إحنا بدينا بصورة يعني مختصرة لمجموعة معلومات برنامج واحد.
ايدينا شلون نفتح الملف، شلون ندور اسم المؤلف، اسم المقطوعه، شلون نختار الدليل، هذه كلها موجوده بالمذهب. على العموم هسه منو عنده فد استفسار او عنده فد سؤال؟ ما موجود مفتاح فا يعني ما نقدر نشتغل هسه حاليا، بس كان نشتغل على خط واحد ميلودي. مفتاح فا يفيدنا يعني بالخطوط بالتأليف بالهارموني، نحتاج مفتاح فا. يعني عندنا مثلا اكو الات يعني هي نظام على مفتاح فا، مثلا تشيلو مفتاح فا، عندنا الفيولا مفتاح دو. على العموم احنا نبدي هسه كبدايه، بعدين احنا نقدر نضيف خطوط ثانيه على هذا اللحن يعني بالمحاضره جاي ان شاء الله راح ناخذ اكثر. اتمنى يعني تفعلون البرنامج هذا تفهمون اكثر، صدقون راح تستفادون عندي كثير. انا شلون تقرا شلون تستفيد؟ موجود عندك البرنامج؟ موجود عندك؟ موجود عندي البرنامج. واللي يعني ما يعرف ينصبه يجيب اللابتوب، ما كان ناصبه هسه حسين انا موجود. على العموم اكو سؤال عندكم؟ اكو استفسار؟ بس الجاي نشوف يعني ناخذ اكثر بعد من هذا المعلومات شويه حتى يصير عندنا معرفة أكثر، أوكي؟